أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرها حول ظاهرة تصدير المرتزقة من تونس إلى بؤر الصراع والتوتر في العالم خلال السنوات الأربع الماضية. أشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2014 شهدت خروج 5800 مقاتل تونسي لم يعد منهم إلى تونس سوى 625. تنوعت وجهات المقاتلين التونسيين باتجاه سوريا صاحبة النصيب الأكبر بأربعة آلاف مقاتل، تليها ليبيا بألف وخمسمائة، ليتوزع الباقون بين العراق ومالي واليمن.